حضرته الاشتقاقات الجزء الاول، واظن حضرته التحدي تبع الاشتقاقات الجزء الاول، وكل واحد فيكم عرف وين اخطائه او عثراته. الان الجزء الثاني، تحدي الاشتقاقات الجزء الثاني، لكن قبل ما هذا التحدي راح تلاقوا الرابط اللي هو جزء الاشتقاقات الثاني. تمام؟ تحكي لي تمام. عبركة الله، خلينا نسوي مراجعة سريعة جدا. الادفيرب يعني ظرف، هو اي كلمة انتهت بالواي، اذا شطبنا الواي بصير الكلمة صفة. مراجعة. الفيرب يعني الفعل، ست مقاطع، اي اس اي، اي زد اي، اي دي اي، اي اف واي، والنسوان اتن اي تي اي ان، او اذا ما لقيناهم مش بكون الفعل الاقل الحروف. بعضكم راح يقول لي استاذ عرفات انت سريع، انا سريع لانه انت يفترض تكون الجزء الاول هكرته. ادجكتيف يعني الصفه، الاشهر اي دي اي ان جي، والاقرط اس اش اف، والحيوان ابل بوكل ابل، اتخذت اراري اي ار اي ار واي، والخليل اللي اسمه اوس، شو بحكي ال انت وانت فل ولس. والاسم بحب الايون، حرف الار اي ار او ار يو ار اي. اسم الشاب انس، شو بقول لك انسى الدم عسفينة هود، شب هود. والكلمة الزين خلينا نتذكر حرف التي، منت واست واي تي واي وتي اتش. شو بعتت؟ نسج، مش مسج، نسج لمين؟ لاسم اسمه اي سي اس دي جي اي. يفترض هذا الكلام توضعنا فيه 100%. الان عبركه الله، ما هي اهم اماكن الفعل؟ وتذكروا انه الفعل كم مكان له؟ خمس اماكن، 1 2 3 4 5. وحاعطيكم دقيقه تكتب لي اماكن الفعل وقولوا يا رب، وبالتعليقات اكتب لي اماكن الفعل. يلا انتهى الوقت. بسم الله، باختصار اماكن الفعل، التو بعديها فيرب، الدو بعديها فيرب، والمودلز بعديها فيرب، واليو بعديها فيرب، وميك وليت وهلب بعديهم اسم، بعد الاسم فيرب. اذا هاي التفصيل تبع الاشتقاقات، نشرح بطريقة تفصيلية أكثر. التو عرفناها بعديها فيرب. الدو شو هم؟ دو وداز وديد، ممكن يجوا بحالة النفي، دونت ودازنت وديدنت. المودلز أكيد بتعرفهم، بس خلنا نكتبهم ونتذكر مع بعض، كان وكود، ويل وود، شل وشود، ومي ومايت وماست، والتوتيات اللي حكينا عنهم اللي هم هاف تو وهاز تو وهاد تو. كويس. اليو شو بقصد فيها؟ بقصد فيها الفاعل او الاسم، دايما الفاعل او الاسم شو بعديه؟ دايما بعديه فعل. تمام؟ وميك وليت وهيلب بعديهم اسم، وبعد الاسم شو؟ فيرب. تمام؟ تحكي لي تمام. اذا هون انت يفترض هسا تعرف وين اخطائك في اماكن الفعل. الان هذا الكلام ينقصنا انه نطبق عملي، أمثلة تطبيقية على أماكن الفعل. هاي الأماكن الفعل بدنا نطبق عمليا، وكل مثال حاعطيك وقتك عشان تكتب إجابتك في التعليقات. المثال الأول، Is the employee going to the report؟ شو الحل؟ أنت شو بدك تسوي؟ بدك تقسم الكلمات، تحدد كل واحدة شو هي وتعطيني الحل. معك دقيقة، تفضل اكتب الإجابة بالتعليقات، شو الحل تبع جملتنا؟
ستوب ستوب. بسم الله. انت اكيد عرفت انه الايون للاسم والاو ار اسم، اي دي صفة، وهي ايش؟ فعل. هسا انت اول ما طلعت بالجملة شفت شو عندك تو، والتو بعديها فيرب، فالحل كلمة ترانزليت. مين كتب بالتعليقات هاي الاجابة؟ مين طلع عنده صح؟ اللي طلع عنده صح يكتب لي تم. كويس. المثال الثاني، our fields فراغ fine crops. هذا المثال شوي صعب، اكتبوا لنا حل هذا المثال وتفضلوا بالتعليقات. انتهى الوقت عبركة الله. الواي استاذ عرفات ظرف، شطبنا الواي هاي صفة، والايون اسم، والاقل حروف فعل. هسا اطلع ليش هذا المثال صعب. فيلز معناها حقول، شو نوعها؟ اسم، وبعد الاسم بدي استخدم فعل، فالحل كلمة بروديوس. بعضكم غلطوا بهذا المثال، فركز بهذا المثال. مثال رقم ثلاث، سارة استدد هارد نقطة ايام شور شي والفراغ. تمام، عندي أربع خيارات، معك دقيقة، بلش التوقيت، اكتبوا لنا الإجابة الصح لمثال رقم ثلاث وقولوا يا رب بالتعليقات. انتهى الوقت. بسم الله. الالواي استاذ عرفات ظرف، شطبنا الالواي هاي صفة، هاي حالة خاصة تعتبر فعل، وهاي شو تعتبر؟ اسم. هسا انت لو طلعت على المثال شو عندنا هون؟ ويل، ويل من المودلز، والمودلز بعديها فيرب، فالحل كلمة هيك. اللي طلع عنده صح يحط لي اشارة قلب او اي شيء. المثال رقم اربعة، scientist didn't فراغ new drugs for cancer. معطيني اربع خيارات، واحد اثنين ثلاث، اكتبونا الحل الصحيح بالتعليقات. انتهى الوقت. زي ما انتم شايفين صارت العملية اسهل. شو السبب لانك دارس الاي ان جي؟ الاستاذ عرفات علمنا انها صفة، الابل تعتبر صفة. هسا هون هاي حالة خاصة، حكينا قبل شوي انه كلمة ديسكفر تعتبر فعل مع انها انتهت باي ار، وديسكفري او كلمة ديسكفرز لو جمعناها جمع تعتبر ايش هاي؟ ناون، اسم. الان اطلع شو عندي؟ ديدنت
شو بعديها؟ فعل، فالحل كلمة إيش؟ discover. هيك إحنا خلصنا، يفترض بصمنا بصم وفهمنا فهم المقاطع وعرفنا أماكن الفعل وطبقنا عملي عليهم. هسا مظبوط إنه هذا الكلام أخذ منك وقت شوي طويل، لكن أنت تمكنت منه 100%، وما أظن إنه أنت الآن مش وثقان من الإشي اللي حضرته فات. انتظرونا في تحدي الاشتقاقات الجزء الثالث.